مبروك علينا كلنا، وميرسي للدكتور امال والدكتوره هناز وكل اللجنه المنظمه لمؤتمر باذن الله جميل زي كل سنه. وبيسعدني ويشرفني اني اقدم حبيبتي الدكتوره امال الجنزوري رئيس القسم، انما هي ذا اكسلنت روماتولوجيست اوف اور ديبارتمنت. هتتكلم على difficult to treat refractory PSA، ايه علامة need to be solved، وده نوفارتس سيمبوزيوم. بنشكر شركه نوفارتس على اتاحتها ان هي والسبورت للاسم بتاعنا ان جنرال. اتفضلي يا دكتوره امال. صباح الخير. بشكر الساده الحضور وبشكر البانل، كلهم حبايبي واخواتي وكلهم رؤساء اقسام مشرفينا ومنورينا، وبشكر شركه نوفارتس على تواجدها معانا والسبورت الداعم لينا، وبشكر دكتور رضا الهميمي اللي يعني الاخ العزيز اللي دايما منور الدنيا ولازم اسلم عليه. معلش قبل ما ابتدي، حضرتك منور الدنيا دي. والحقيقه انا قعدت افكر ايه اللي ممكن اقوله جديد في البي اس اي، لان البي اس اي زي ما انتم عارفين يعني اتقال فيها كتير قوي في الفتره اللي فاتت. لقيت توبيك لطيف جدا مستوحاه من الروماتويد، وهو difficult to treat or refractory to treat. والاسمين الحقيقه كل يعني في كذا بيبر لقيت ان هم اوقات بيقولوا difficult to treat ومره refractory to treat، وكل واحده ليها definition، لكن في الاخر انا وصلت لحاجه ان هم interchangeable. فلما تلاقوا definitions مختلفه ما تقولوش دكتوره امل اتلخبطت ولا حاجه، هي البيبرز اللي متلخبطه مش انا. الأجندة بتاعتنا هنتكلم على introduction، هنتكلم الـ unmet needs in psoriatic arthritis، والحتة دي الحقيقة was elaborated كتير قوي في الستاديز الأخيرة recent. هنتكلم سن على اليولار والجرابا، وهنشوف إزاي كوزنتكس أو السكيكينو ماب بي satisfy الدومينز المطلوبة والـ requirements بحيث إن أنا أوصل العيان بتاعي لـ remission أو low disease activity. وهنختم بـ take home message. زي ما احنا عارفين ان psoriatic arthritis chronic form of autoimmune arthritis characterized by inflammation, synovial membrane affection and incisional inflammation, structural damage or impairment of physical function and quality of life. ودايما عندنا delay، والديلي ده هنقوله ليه، لكن عاوز اقول لكم حاجه بسيطه جدا، ان diagnostic delay of 6 months ممكن تخلي العيان يديفلوب erosions وستركتشر دامج، ويبقى ان هو تو ريتش دراج فري ريميشن ده صعب جدا، ويبقى عنده على لونج ران ارثرايتس ميتولانس لو ما قدرناش ندخله في ريميشن وبور كواليتي اوف لايف. وعشان كده بنقول ان البي اس اي كان بي اسوشيتد ويز جوينت ديفورميتيز اند ديستركشن في 40 ل 60% من الحالات بتاعتنا. طيب الديلي اوف دايجنوزس ده بيحصل ليه؟ وقلنا ده من الحاجات اللي بتقابلنا جامد قوي، عشان اصلا العيانين كلهم 85% بس بيبقى عندهم سكين ليجن قبل الارثريتس، و15% عندهم السكين والجوينتس مع بعض، ومن 10 ل 15 ما بيبقاش عندهم جوينتس ويبقى عندهم سكين. وعشان كده انا بطلب من سيادتكم ان انتوا لما يجي لكم عيان تشكوا ان هو سيرو نيجاتيف سبونديلو ارثروبسيس اتعبوا شويه، اسالوا على النيلز، اسالوا على القشره اللي في الشعر، اسالوا على الدكتيلايتس، اسالوا على الجي اي تي. في صوت يا جماعه. فده لما يكون عندنا، لما طبعا بيبقى فيه سكين في الاول القصه بتبقى سهله، فبالتالي احنا بنقدر نشخص. لما بيكونش فيه سكين شويه بنحتاج نعمل مجهود. طيب احنا كمان غير ان هو كمان في ديلي في المانيفستيشنز بتاعه السكن، عندنا كمان هو ذات نفسه هيتروجينس. كلمه هيتروجينس كلنا عارفينها ان هو بيظهر باي شكل، يعني حتى الارثرايتس اللي موجوده في الروماتويد بشكل محدد هنا ممكن تحصل ديستل، ممكن تحصل اسيمتريكال، ممكن تحصل سيمتريكال وبولي ارتيكولر، ممكن ما بيبرزنتش خالص بارثرايتس، ممكن يبقى فيه انسيزياتس، وده بيحصل في 30 ل 50% وعاده بتافكت البلانتر فاشيا والاكيد ستاندن. وكمان الداكتيلايتس اللي دي الهول مارك بتاعت البي اس اي، دي بتحصل في 40 ل 50 من الحالات، لكن 50% من الحالات ما بيبقاش عندهم. ودي لما بتبقى موجوده بتبقى سجنومونيك وتقدر تساعدنا في التشخيص. وكمان الاكزل انفولفمنت ده بيحصل من 25 ل 70% بعد اذنكم
اهتموا بالاكزيل مانيفيستيشن، لان لما قاعده ببص لقيت one of the main criteria عشان يبقى difficult to treat or refractory ان يبقى عنده اكزيل. وانس ان هو حصل اكزيل هيبقى فيه destruction damage، ده هيأثر على quality of life. نيجي نشوف كده الاكزيل بيعمل ايه. ده الدومينز كلها اللي احنا عاوزينها، اللي هو البين والفاتيج والميسنج ورك والاوفر اول ورك والاكتيفيتي، هنلاقيهم كلهم اقل من المفروض لو العندان عنده اكزيل. وجود الاكزيل في حد ذاته از ا باد بروجنوستيك فاكتور، وابقى عارفه ان العيان مش هيخش في مينيمال ديزيز اكتيفيتي. طيب ايه الامات نيز ان سورايسيس؟ كلنا عارفينها. قلنا اول حاجه ديلي اوف دايجنوستس، ودي شرحناها في الاول في الانترودكشن علشان عندنا السكيم ما بيبقاش موجود في الاول، والهيتروجينيستي اللي شرحناها بالتفصيل. تاني حاجه ان هو هيتروجينس، فلو انا قدرت اوصل في الجوينتس مش هوصل في السكين، قدرت اوصل في السكين مش هوصل للنيلز. حتى في الجوينتس اشتغل الدواء بيرفل وما اشتغلش اكزيل، يبقى العين هي ستيل هاف ا بروبلم، ومش هقدر اوصل للو ديزيز اكتيفيتي في كل الدومينز دي. اتس ا فيري تشالنجينج بوينت تو ريتش. حاجه ثانيه من الحاجات اللي بتضايقنا جدا في ان احنا الامات نيدز المانجمنت بتاع كوموربيديتيز، وبرضه في البيبرز الريسنت لقوا ان الميتابوليك سيندروم والكارديو فاسكولار والديبرشن من الحاجات اللي بتخلينا ما نوصلش للو ديزيز اكتيفيتي. حاجة لطيفة كده جديدة ابتدوا يتكلموا عليها، الـ patient and physician discordance regarding treatment outcomes، ودي هسيبها للسلايد اللي جاية عشان دي عاوزة أشرحها لكم شوية. وكمان هنتكلم على الدومين بتاع الـ presentation بتاعنا اللي هو difficult to treat and refractory to treatment. طيب يعني إيه discordance regarding treatment؟ حد عارف؟ الإنجليش discordance يعني أنا بقول حاجة والعيان بيقول حاجة. أنا بقعد اشوف الاي اس ار والسي ار بي والتندر جوينتس والسوولن جوينتس واقول له انت كويس، هو يقول لي لا انا مش كويس يا دكتوره، انا لسه تعبان، انا عندي فتيج، انا مش قادر اقوم بالشغل بتاعي. هو الجول بتاعه البين والفتيج والفيزيكال فانكشن، وانا الجول بتاعي مينيمال ديزيز اكتيفيتي اللي بقيسه بالدبسه وبالمينيمال ديزيز اكتيفيتي. وزي ما قلت ده بيبقى كله عباره عن تندر جوينتس وسوولن جوينتس، وده difference of concept بيني وبين العيان بتاعي، ده اللي بيخلي حوالي 40 ل 60% من العيانين بتوعي they don't achieve minimal disease activity. تعالوا نشوف المينيمال ديزيز اكتيفيتي. احنا عارفين الكومبوننتس بتاعته tender joints swollen joints hack وانسيزياتس اندكس. جزئين مهمين جدا اللي هو البين والبيشنت جلوبال اسسمنت، دايما لما بيشوفوا في الستاديز في الميتا اناليسيس يلاقوهم قليلين قوي، يعني ابقى وصلت في الجو يعني الجوينتس اتحسنت والانسيزياتس اتحسنت والتندرز اتحسن، لكن العيان بيشتكي وياخد سكور وحش جدا فيطلع لي ان هو ما وصلش لريميشن او لو ديزيز اكتيفيتي. نيجي للوب الموضوع اللي هو difficult to treat and refractory to treatment، وده لقوا له اسباب محدده وهنقول الديفينيشن بتاعتهم بعد شويه. اهم الاسباب دي اللي حاولت المها من الليتريتشر، دي بيبر لسه نازله 2023 وببلش اونلاين في جولاي 2023. بيقولوا اهم الاسباب للديفيكلت تو تريت او ريفراكتري تو تريت الاكسترا سكيلتال مانيفيستيشن والكوموربيديتيز والستراكشرال دامج، وسبيشلي كمان لو في اكزيل افكشن وتريتمنت فيلير والبيشنت سايكو سوشيال بيرسوناليتي اند اكسبكتيشن، دي اللي احنا شرحناها اللي هي البيشنت ديسكوردنس. طيب واتس ذا ديفينيشن اوف ديفيكلت تو تريت؟ دي امبريلا تو ديسكرايب بيشنتس ويز بي اس اي ان ويتش ذا بريزنس اوف pre-existing e comorbidities fibromyalgia and axial affection leading to structural damage may reduce treatment responses. On the other hand, patient refractory to PSA be defined that those patients persistent tissue inflammation despite multiple therapies. يعني في معظم البيبرز معتبرين difficult to treat هو patient profile comorbidities peripheral ولا axial، عنده fibromyalgia، عنده cardiovascular، ومعتبرين ان الريفراكتوري هو اللي ما زال بديله لاين والتاني والتالت بديفرنت ميكانيزم اوف اكشن والعيان ستيل فيلينج تريتمنت. طيب يبقى difficult to treat and refractory قلنا interchangeable، و PSA patients fails to achieve good disease control of multiple treatment can be the concept of difficult to treat. بيبر لسه شايفاها امبارح بالليل بس الحقيقه قلت مش هحطها هقولها لكم وخلاص. في حاجه تو
too difficult to treat. يعني مش difficult to treat بس too difficult to treat. ودي لو العيان قعد في القصة دي أكتر من سنتين من غير ما أقدر أخليه في low disease activity or remission. طيب, the concept was originally developed from rheumatoid arthritis, وما حاولوا يمشوا على نفس اللاينز, وحتى عملوا study كده عشان يوصلوا يعني يبقى حاجة approved إنها difficult to treat. In a persistence of symptoms and signs, despite the failure of at least two biological DMARDs after failing conventional DMARDs. وقلنا لو ده قعد لمدة سنتين هيبقى too difficult to treat. The management is perceived by problematic by the dermatologist of the patient. والpatient عشان قلنا الdiscordance اللي موجود, هو عاوز حاجة وأنا عاوز حاجة تانية, هو أهم حاجة عند الpain والفاتيج وأنا عندي أهم حاجة الscores اللي بحسبها اللي هي very مش ماشية معلي. ده السيناريو اللي قالوه لو عندك عيان difficult to treat and refractory to treatment. على patient level أنا عاوز أوصل clinical remission and control of pain وachieve good function and quality of life عشان أقدر I have a good social life and work participation. ده حصل اوكي, بس لازم اتاكد الادهرنس. ادهرنس يعني ايه يا جماعه؟ ادهرنس ان الدواء موجود والعيان بياخده ومفيش دروب اوتس. تارجت نوت اتشيفد افتر مالتيبل ستراتيجيز, ده يبقى ديفيكلت تو تريت. على ديزيز ليفل زي ما قلنا اللي احنا بنعمل سبريشن اوف انفلاميشن ونحاول نغير الاميولوجيكال بروفايل والبايوكيميكال ماركرز والايمجنج يحصل لها ريجريشن. حصل الكلام ده يبقى ده I achieved my goal, ما حصلش يبقى ده refractory, وبرضو لازم I check the adherence and compliance. طيب ليه ما بيحصلش ليه ال intrinsic refractory disease ده برضو term جديد. Refractory disease may be due to incorrect drug target. يعني احنا عارفين ان في multiple cytokines, عندنا interleukin 17, عندنا TNF, عندنا interleukin 12-23, وعندنا interleukin 23. في العيان ده ممكن يكون السيتوكاين المين واحد غير اللي انا مديهوله. يعني مثلا العيان اكزيل وانا عارفه ان انترليوكين 23 مش شغال في الاكزيل, فالتارجت بتاعي مش هيشتغل لان هو مش افكتيف على الاكزيل. حاجه ثانيه, في لو تي ان اف يبقى ممكن يكون في اوتو انتي بوديز. احنا بنقول سيرو نيجاتيف ما بيعملوش اوتو انتي بوديز, بس برضه ممكن يكون persistent refractory disease in absence of tissue inflammation, false refractory. يعني ايه false refractory؟ يعني العيان عنده pain sensitization او عنده mechanical joint damage, عيان PSA وجاله osteoarthritis في النيو, والpain من osteoarthritis مش من inflammation. مهما عملت لازم احاول اصلح degenerative change او structure damage اللي حصل, لان العيان هتفضل scores بتاعته مش كويسه. خلوا بالكم ان البين ميكانيزم مايت انكلود اوتو اميون اند نيورو انفلاماتوري باثويز اندبندنت اوف ذا جوينت. يعني ده باثوي وده باثوي مختلف, وكرونيك بين بيعمل سنسيتايزيشن للباثويز بتاعت البين فيفضل العيان يشتكي منها. طيب هنتكلم تاني جزء. احنا كده اتكلمنا, هنتكلم دلوقتي على كوموربيديتيز. وكوموربيديتيز دي حاجه من الحاجات اللي بتخلي العيان ديفيكلت تو تريت, واحنا عارفين ان عندنا اكتر من نص العيانين بيشتكوا من كوموربيديتيز, و40 منهم ممكن عندهم 3 كوموربيديتيز مع بعض. وجود الكوموربيديتيز بيأثر على الفيزيكال بيردن, بيعمل سايكولوجيكال بيردن, وطبعا ايكونوميك بيردن. طيب البيبرز قالت على 3, هم دول اكتر حاجه لما بيبقوا موجودين هو ده اللي يعمل difficult to treat or refractory to treatment, اللي هو cardiovascular والobesity والdepression. طبعا احنا عندنا حاجات كتيره تانية, osteoporosis وfibromyalgia وhepatic renal disease, هم دول اللي هنركز عليهم النهارده الثلاثه اللي قلناها. الكارديوفاسكولار ديزيز اند ميتابوليك سيندروم, حوالي من 24 ل 58 من البيشنتس هاف ميتابوليك سيندروم. Patients with PSA have higher probability of developing cardiovascular disease, زي ischemic heart disease, cerebrovascular events, and congestive heart failure. PSA patients with ischemic heart disease have increased level of interleukin 17, interleukin 6, and interleukin 8. ولو عملنا inhibition, القصة دي هتحسن الrisk of cardiovascular event. زي ما احنا عارفين كلمة كده ازاي بيحصل, a role of PSA in developing cardiovascular events. ان احنا بيبقى عندنا chronic inflammation بيزود الليفلز بتاع interleukin 17, interleukin 6, interleukin 1 and TNF, يعمل endothelial activation and dysfunction, يزود الفاسكولار endothelial dysfunction, ويعمل elevation الفيكام والايكام والاي سيلكتين والبي سيلكتين والانسولين 1,
يعمل فازو اكتف سبستنس ريليس، وفي نفس الوقت يبتدي البونوس المايكروفاج تتحول مونوسايت وتبقى ساب اندوثيليال تتحول لفوم سيل، ولما تتحول لفوم سيل يبتدي بقى السايكل كلها تحصل، يحصل فايبروس كاب تعمل بلايك والبلايك تراكتشر وتعمل كارديوفاسكولار ايفنت. طيب الميتابوليك سندروم ده برضو من الحاجات لو موجوده، لان احنا زي ما احنا عارفين الميتابوليك سندروم بيبقى فيه هايبرتنشن ودايابيتس و وديسليبيديميا، بيبقى عندنا elevated waist circumference، عندنا elevated level of triglycerides أكتر من 150، عندنا reduced high density lipoprotein و elevated blood pressure و elevated fasting glucose، ودول لما بيبقوا موجودين ده بيخلوا المانجمنت صعب جدا، لأن ما بعبقاش عارف أعالج ده ولا أعالج ده. أهم حاجة لازم ناخد بالنا منها الدبريشن، والدبريشن ده من الحاجات الكويسة اللي لازم نعالجها، أو يعني الحاجات الوحشة اللي لازم نعالجها. 15-30% من psoriatic arthritis has anxiety، وممكن نوصل ل 22 has depression، and this is might be due to chronic pain, limitation of physical function, extreme fatigue, emotional and social impairment. The evidence that neuroinflammatory plays a role in depression with increased pro-inflammatory cytokines in the brain and activation of microglia cells. يعني برضو الانفلاميشن بتأثر على الباسويز بتاعة الدبريشن والبين. كل المشاكل دي عندنا، وعندنا topic كده اسمه difficult to treat. هل السكيكينوماب اللي هو انترلوكين 17 كان سولف الدايلاما دي؟ واحنا زي ما احنا عارفين السكيكينوماب عنده two pathways، واحد بيبقى dependent على ال dendritic cells والتاني لا. ال TNF alpha تأثر على activated dendritic cells release interleukin 23، والinterleukin 23 helper تبتدي to release to stimulate T helper 17 cell to release interleukin 17، أو من mast cells أو neutrophils والinnate lymphocyte cells ممكن برضو to produce interleukin 17. وزي ما احنا عارفين هو ليه رول قوي قوي في الباثوجينيسيس، اذا كان سرايسيس اذا كان ارثرايتس وذر اكزيل او بيرفل. هنتكلم على اليولار والجرابا، وهنحاول نمشي في كل نقطه ونشوف السكيكينوماب بيقدر تو اتشيف الجولز بتاعتنا ولا لا. ده التايم لاينز اوف ذا دراج اللي عندنا، وزي ما احنا عارفين ان البيولوجكس ظهرت من 2002 وابتدى بالانتي تي ان اف، وبعدين السكيكينوماب في 2015، وبعدين مجموعه التوفا ابتدت تظهر، وبعدين ريسنتلي البيمكيزوماب ظهر في 2023. طيب هل يفرق معايا لو العيان اوليجو ولا بولي ارتيكولر ولا مونو؟ يفرق، لان لو العيان اوليجو وما عنديش ريسك فاكتورز، ايه هي ريسك فاكتورز؟ حد عارف ايه ريسك فاكتورز؟ او البور بروجنوستيك فاكتورز، بولي ارثرايتس، ستراكشرال دامج، اليفيتد اكيوت فيز رياكتنت داكتيلايتس او نيل انفولفمنت. لو ما عندوش دول اقدر ادي نون ستيرويدز وجلوكوكورتيكويد انجكشن، ده لو اوليجو. لكن لو بولي في كل الاحوال او اوليجو معاه بور بروجنوستيك فاكتورز، لازم على طول اتجه للميثوتريكسيت. طيب العيان لو عنده بولي ارثرايتس وذ مونو اور اوليجو ارثرايتس اند بور بروجنوستيك فاكتورز، structural damage, elevated acute phase reactant, dactylitis and nail involvement, conventional DMARD should be started. وطبعا بنحب الميثوتريكسيت عن اي حاجه ثانيه. لو العيان عنده inadequate response to biological to conventional DMARD, a biological DMARD should be started. ودي البيولوجيكال DMARDs اللي موجوده اللي بتشتغل على ال PSA البريفرال TNF interleukin 17 interleukin 12 23 interleukin 23 P19 inhibitor interleukin 17A and F. وزي ما احنا شايفين دي future 2 study, it is a 5-year study. Sikikinumab achieved 79% ECR responses 3 week 260 اللي هو 5 سنين. وكمان العيانين كان عندهم retention rate اكتر من 75. يعني ايه retention rate يا جماعه؟ retention rate ده الدواء. persistence retention rate ده عدد البرسنتج بتاع العيانين اللي كابت على الدواء في مده معينه. persistence of the drug المده اللي المريض قاعد عليها، عشان احنا هنستخدم الكلمتين دول كتير، يبقى retention percentage of عيانين
والبرزيستنس بتاع الدواء. وزي ما احنا شايفين ان كان في رابيد امبروفمنت في خلال 26 اسبوع كان حوالينا 62، وبعدين عند 128 اسبوع وصلنا حوالي 75% percentage of responders and was maintained لغايه الخمس سنين. وده معناه ان الريتنشن ريت بتاع الدواء عالي جدا، ودي حاجه مهمه وهنشرح ليه الريتنشن ريت مهم. حاجه تانية برضو ان هو الكوزنتكس 300 او 150 بيعملوا نفس الايفكت، يعني بنوصل تقريبا لنفس الفاليوز بعد خمس سنين، وزي ما قلنا الريتنشن ريت 75% عند خمس سنين. ولازم لو لقيت العيان بتاعي مش مستجيب في البي اس اي لازم اعمل اسكليشن للدوز ل 300 علشان اجيب الفول ريزلت. دي ستادي كانت هيد تو هيد ستادي كومبيرنج كوزنتكس 300 مونوثيرابي فيرسس ادلينوماب 40 مونوثيرابي، وزي ما احنا شايفين ان الريميشن ريتس كانت عاليه، حتى كان في 62% ان ذا كوزنتكس 300 و53% في الادلينوماب. فبالتالي احنا وي نيد ان الدواء بتاعنا يكون قوي يدخلنا في ريميشن، وده اللي حصل مع السكيكينوماب. This is a very nice بقى study اللي هي الالتيميت study، ودي نوران تطلع تقول لنا فيها كلمتين لازم، لان كده دي بيشوفوا جوه جوينت عن طريق الالترا ساوند، ولقوا في 12 اسبوع السينوفايتس اللي موجوده والباور دوبلكس اتحسنت توتالي في 12 اسبوع، whether في الميتاتارسوفالنجيال جوينتس او ميتاكاربوفالنجيالز. واحنا عارفين ان العيانين بتوعنا 60% منهم اوريدي بيبقى عندهم سينوفايتس، فبالتالي الدواء فيري ايفكتيف على السينوفايتس. نيل ريكومنديشن نمره 5 ان بيشنت وذ بيرفل ارثرايتس ان ان ادكت ريسبونس ات ليست وان بايولوجيكال ديماند او وان بايولوجيكال ديماند از نوت ابروبريت اجاك كان بي كونسيدر تيكينج سيفتي كونسيدريشن. واحنا عارفين السيفتي كونسيدريشن ان هو يكون العيان سنه مش يكون تحت 65 سنه، ما يكونش سموكر، ما يكونش عنده كارديوفاسكولار ايفنت، ما يكونش عنده هيستوري اوف مالجنسي او في تي اي. In patients with unequivocal encephalitis and insufficient response to nonsteroidals or glucocorticoids, a biological DMARD should be considered. يعني احنا عاوزين نقول هنا اليولار مختلف عن الجرابا، اليولار نط على طول من ما فيش ميثوتريكسات في الانسيزيايتس، لكن الجرابا حاطه الانسيزيايت في الميثوتريكسات as a line. هنا عندنا complete resolution of incisiasis at week 24 46%، وده كان maintained لغاية خمس سنين. عندنا 83% من العيانين على 300 جرام كان عندهم complete resolution، و 76% من 150 جرام كان عندهم complete resolution. ودي الفيوتشر 2 اللي قالت الكلام ده، اللي بتبين ان بعد خمس سنين واصلين ل 83% كان responders و complete absolute resolution of انسيزيات. نيجي للدومين اللي كان بنقول عليه difficult to treat وفيه مشكلة اللي هو الأكزيل، وزي ما احنا عارفين ان الأكزيل ده كان one of the bad prognostic factors، وهو واحد من اللي هيقول لنا العيان ده difficult to treat. والحقيقة الدواء الوحيد اللي عمل specific study لي كان السكيكينوماب، وهنا هم قالوا لو العيان عنده relevant axial disease and insufficient response to non-steroidal therapy and interleukin 17A inhibitor or a TNF inhibitor, interleukin 17A or F inhibitor or a JAK should be considered. لكن انا هوريكم دلوقتي ان دي الستادي اللي هي الماكسمايز ستادي، وزي ما احنا شايفين ان كان في رابيد ريسبونس ات ويك 4، وعند 52 ويكس كنا وصلنا حوالي 70% ريسبوندرز وذر كوزنتكس 300 او كوزنتكس 150، وده من الحاجات اللي بتحسن العيان جدا وبتحسن الكواليتي اوف لايف بتاعه. حاجة مهمة قوي الراديوجرافيك بروجريشن، وسكيكينو ما بيدوس ذا ريسك اوف ريفرسبل جوينت دامج، وزي ما احنا عارفين الجوينت دامج ممكن يبتدي من 6 شهور، يعني العيان اول ما يبتدي يشتكي بعد 6 شهور already we can detect structural damage. 90% of patients with BSA showed no radiographic progression through year 2 with سكيكينوماب 300، وبرضو سكيكينوماب 150 was also proven to reduce radiographic progression.
نيجي لريكومنديشن 9 نون ماسكولار مانيفيستيشنز. لو عندنا نون ماسكولار مانيفيستيشنز اللي هي لو في يوفيتس او انفلاماتوري باول ديزيز، في الحاله دي بندي انتي تي ان اف او انتروبيكون 12 23 او انتروبيكون 23. لكن لو عندنا سكين انفولفمنت او نيل انفولفمنت اللي يفضل انتروبيكون 17 انتروبيكون 23 او انتروبيكون 12 23. وزي ما احنا شايفين كده ان في باسي 100 حصل في 70% من العيانين في 52 ويكس، ودي حاجه بالذات يعني الفيميلز لما بيحصل لهم كومبليت ريكفري للسكن دي حاجه بتحسن جدا الكواليتي اوف لايف. وطبعا بالنسبه للنيلز ده عند بيز لاين وعند ويك 4 وعند ويك 16 وعند ويك 32 تقريبا كومبليت ريكفري للدمج اللي كان حصل للنيلز. الجرابا احنا جينا دلوقتي قلنا اليولار، الجرابا تقريبا هي نفس الجايد لاينز بتاعه اليولار ما عدا انها دومين اورينتد، يعني عندها بريفرال واكزيل ولكل الدومينز. وزي ما احنا شايفين ان الانتروكون 17 موجود فيهم كلهم. نقطه بس واحده عاوز اقولها، ان لو عندنا اكزيل وشود موف على طول من نون ستيرويدز للبيولوجكس. وزي ما قلت في فرق بينها وبين اليولار، ان هنا في الانسيزيايتس حاطين الميثوتريكسيت لكن اليولار على طول بادئين بالبيولوجكس. ولو عندنا سورايسس مفيش مانع ان احنا نستخدم سكين سورايسس، نستخدم كونفنشنال ديمارز قبل البيولوجكس. نيجي لحاجه مهمه السويتشنج. انا العيان بتاعي بيسويتش من دراج لدراج تاني ليه؟ انا بسالكم السؤال ده، يا اما lack of efficacy، يا اما سايد افكتس، يا اما الطريقه اللي بياخد بيها الدواء مش عاجباه، يا اما هو بقى مش ملتزم. وده كتير في المصريين برضو. In patients with an adequate response or intolerance to a biological or JAK, switching to another biologic or JAK should be considered including one switch in one class. يعني لو TNF يبقى مرة واحدة تدي TNF وتنقل على التاني، لو interleukin 17 يبقى مرة واحدة وتنقل على الدواء تاني، لكن ممكن تجرب في نفس الكلاس مرتين. طيب هنا الستادي دي باي فيدراري ايتال دي قالت حاجة لطيفة جدا. لو احنا هنعمل cycle، يعني ايه cycling و swapping؟ cycling within the class، swapping is between two classes. يعني لو من TNF لانتولوكن 17 ده يبقى ايه؟ swapping. لكن cycling هو من TNF ل2NF. Swapping from TNF alpha to interleukin 17 should be preferred since it's associated with better retention rate. يعني لو هحول من TNF لانترلوكين 17 هو ده احسن retention rate. و retention rate هي percentage of patient maintained on the drug for a certain duration of time. وزي ما احنا شايفين كده lower switch rate, lower switches rate and cost compared to TNF. الانترلوكين 17 15% و TNF 25%. وطبعا السويتشنج ده بيخلي الكوست اعلى على العيان عشان بنحتاج نعمل لودنج دوز تاني. ودي بيبر بحداد ايتال تريتمنت بيرزيستنس اوف بايولوجكس امونج بيشنتس وذ سيرتيك ارثرايتس ريليتيفلي لو بيرزيستنس واز اوبزرفد. الستات بيبقى البيرزيستنس بتاعهم اقل، والسموكر have a negative impact on persistence. None of anti-TNF agents were found to be more persistent than others at first-line therapy, while secukinumab was found to be superior to other biologics when indicated as a second line of therapy. وده اللي احنا بنقوله، ده الكيرف بتاعها. زي ما احنا شايفين ان البيرزيستنس والريتنشن بتاع السكيكينوماب was higher than the other biologics. Another study, secukinumab retention rate is greater in patients with psoriatic arthritis presenting with axial involvement. زي ما احنا بنقول الاكسل انفولفمنت ده من الحاجات الباد بروجنوستيك وهيقول لنا ان العيان ده مش هيتحسن. دي ستادي شافوا ريتنشن ريت عند year 1 و 2 و 3 ما كانش فيه فرق قوي، بس لقوا significant retention rate in secukinumab. Predominant axial disease was significantly associated with a higher chance of drug survival in secukinumab users compared to TNF inhibitor use. Retention rate زي ما احنا قلنا دي من الاكسيس ستادي اللي هي هاد تو هاد تو ادلينوماب was higher in the secukinumab group compared للادلينوماب 300 ملغ. This is an Italian study, Lorraine Registry. It is very interesting. It is a real life data
وزي ما احنا شايفين ان الريتنشن بتاع السكيكينوماب at 1 year 79 at 3 years 67. احنا خلاص خلصنا. وthis is the exceed study بتبين كل الدومينز بتاعة الديزيز. كان في السكيكينوماب was higher than adenomab في كلهم, slightly higher than them. واحنا عارفين ان الانتلوكون 17 مفيش ريسك للتي بي اكتيفيشن, مفيش ريسك فور فايرال ري اكتيفيشن, مفيش انكريز ريسك فور انفكشن, نوت اسوشييتد وذ نيو انست اوف دي مايلينيتنج ديزيز, نو كونترا انديكيشن وارنينج تو مودريت اور سيفير هارت ديزيز, ومفيش مشكله كمان لو هنعمل سيرجري, وكمان ان هو نو ترند توورد انكريز مالجنسي ميس اور انفلاماتوري باول ديزيز. حتى لقينا ان الانسيدنس اوف باول ديزيز كانت اقل, هي طالعه 0.2, ودي ماشيه مع الاكسبكتد باك جراوند انسيدنس ريت ان بيشنت وذ اي اس اي. ودي الانديكيشنز بتاعه كوزنتكس, it is 8 year of real world experience in plaque psoriasis, pediatric PSO, hidradenitis suppurativa, psoriatic arthritis, juvenile PSA, incisive arthritis, ankylosing spondylitis, non-radiographic radiographic axial SPA. We thank you. المحاضرة قيمة رائعة, وبنشكرك على المؤتمر الجميل وبتمنى نحقق نجاح ساحق. يا ترى في حد interested يسأل دكتورة أمال في أي سؤال؟ My name is دكتور أحمد جمال, مركز سهيل العجوزة. طبعا بنشكر حضرتك على المحاضرة القيمة دي يا دكتور. انا عندي بس سؤال واحد. حضرتك ذكرتي نقطه مهمه جدا, البين والفتيج بالنسبه لعيانين سوريتيك ارثرايتس. الجايد لاينز كلها اتكلمت على الديزيز السوريايسيس والانسايتس وكل الكلام ده, بس ما اتكلموش, ما حدش اثار احنا هنعالج البين والفتيج بتاع العيان ده ازاي. بص حضرتك, اولا انت لازم تشوف سبب البين ايه. هل هو فايبرومايالجا؟ يبقى لازم هتعالج فايبرومايالجا. هل هو في اسوشييتد بديجنراتيف بروبلمز لايك ني اوستيوارثرايتس اور لامبر سبونجيلوزيس؟ يبقى لازم في الحاله دي هتنصحه بان هو ويت ريدكشن, وتبتدي تديله ادويه كومبلمنتري مع الدراجز الاساسيه للبي اس اي للديجنراتيف تشينجز, وممكن تدي حاجات زي الكابابنتين عشان تقلل البين ثريشولد ويحصل مودوليشن للباسويز بتاعه البين, وبرضه تحاول تديله شويه انستراكشنز لان بيبقى عندهم ديبرشن, فالديبرشن ده بيزود الفايبرومايالجيا, فلازم تنصحه ان هو يغير الكواليتي اوف لايف, تو اكسرسايز, يمشي, يعيش هيلثي لايف. كل الحاجات دي بتسبورت البيشنت وبتحسن جزئيا البين والفتيك. طب يا دكتور, بالنسبه للسويتشنج بقى بتاع البيولوجي او التريتمنت نفسه, لو احنا عملنا السكور بتاع واللي حطينا فيه البين والفتيج, السكور دايما هيطلع عالي, فده برضو يخلينا نعمل سويتشنج ولا ما يخليناش نعمل سويتشنج؟ بص حضرتك لازم توزن الحاجات كويس قوي. هل انا عندي فعلا ريل انفلاميشن ولا لا, ولا في جزء منها فايبرومايالجيا واذر كوزز؟ لو انا شايف ان مفيش ريل انفلاميشن واضحه, محتاجش ان انا اغير, يعني هعمل الميجرز التانية عشان احسن السكورز بتاعه البين وبتاعه الفتيك. اصل انت بتعالج عيان مش بتعالج سكورز. ما هي دي الفكره يعني يا دكتور. السكورز بتبقى مفيده ليا علشان اقدر اقيم العيان, انما انا طالما يعني علشان كده بيبقى فيه البيشنت جلوبال اسسمنت وفي الفيزيشن جلوبال اسسمنت, فانت بتعالج برؤيتك مش بسكور. طيب. يعني تمام. علشان ما اعملش اسكليشن للدراج واقول الدراج او اي شيفت دواء مفيد وهو جايب نتيجه كويسه, بس علشان العيان مش ساتسفايد, فانت بتعرض العيان لبولي فارماسي, بتعرضه انه بتديله يعني بتشيل منه فرصه انه دواء كان جايب نتيجه كويسه انما هو مش ساتسفايد بيها. زي ما قال الدكتوره امال, ممكن يكون مش عاجبه الطريقه اللي بياخدها. انا عايزه قرص, لا مش عايزه حقنه, مش عايزه اجي كل اسبوع, انا عايزه اجي كل شهر. يعني في فاكتورز لازم, انت بتعالج بني ادم
مش بتعالج سكورز. مظبوط يا دكتور. انا معلش هعلق حاجه، برجوكوا برضو بلاش السويتشنج بتوين كلاسز يبقى تو كويكلي. اتاكدوا ان العيان فعلا في ان هو يعني ادوا وقت وانالايز كل حاجه عشان حكايه البيشنت ديسكوردنس دي، وعشان احنا عندنا فاكتورز ثانيه كتير قوي بتزود الفاتيج يعني الثايرويد. احنا عندنا اوتو اميون ثايرويدايتس موجوده في حالات البي اس اي، لازم مثلا نعمل البروفايل ونتاكد ان ما عندهاش هايبوثايرويديزم، ده بيزود الفاتيج جدا. الليبيد بروفايل، الجنرالي الكواليتي اوف لايف بتاع العيانه، كل ده يبقى اسست كويس قوي قبل ما اقول ان العيانه دي فيل الدراج بتاعي. لان انا الحقيقه بلاقي في البراكتس ان شهرين واقلب على دواء تاني، والحقيقه ده مش براكتس مظبوط ابدا، ظلم للعيان وظلم للدواء. صحيح يا دكتور، شكرا جدا لحضرتك. هل في اي سؤال تاني؟ طب انا هسال حضرتك دكتور يا امال، يا ترى دلوقتي بعد الجرابا مدت لنا الدومينز اوف تريتمنت، هيك حاسه بفرق للتشويس اوف ثيرابي وفي امبروفمنت؟ اه طبعا، لازم 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 تبقي حاطه الدومين اوف ثيرابي توتالي وانت بتشتغلي. يعني انا مثلا دلوقتي العيان جاي، يا جماعه الاكزيل لازم نركز فيه في البي اس اي بالظبط زي الانكلوزنج. لو العيان فيه اكزيل ما اقدرش ادي انترلوكين 12 و23 ولا انترلوكين 23، لانه ما عنديش ستاديز تقول 100% ان في اي افكسي. هم قايلين ان في ستاديز هتطلع لكن الى هذه اللحظه ما فيش. لو عندي سكن طبعا التي ان اف هتاخر فيه شويه، لو في اكسسيف سكن هحتاج ان انا ادي انترلوكين 17 او انترلوكين 12 و23 لان هما مور ايفكتيف عن التي ان اف. لو في انفلاماتوري باول ديزيز او كده يبقى اي بريفير ان انا اخد انتي تي ان اف. لا طبعا الدومينز لازم تتحط في الاعتبار جدا جدا جدا، مش 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 وطبعا لما دواء بيكون بيشتغل على موست اوف ذا دومين ده بيبقى مريحني وبجود سيفتي بروفايل، برضه ده بيبقى حاجه كويسه. دكتورة أمال لو سمحتي لي، السورايتك أرثرايتس هل نعتبر التريت تو تارجت أو هل نعتبر في السورايتك أرثرايتس التريت تو تارجت أو أبروتشنج المينيمال ديزيز أكتيفيتي زي الروماتويد كده لازم يكون بالماسكولوسكليتال ألترا ساوند بالنسبة للإنثيسايتس في السورايتك أرثرايتس زي يعني هل هنحكم بأن لازم يكون سونوغرافيكالي فري؟ حضرتك الريكومنديشنز ان يفضل لو عاوز تبقى متاكد ان هو الإنثيسايتس فري، لان عندنا نسبه الفايبرومايالجا عاليه قوي، ممكن نستخدم الالترا ساوند. بس هقول حاجه برضو، هو مختلف عن الروماتويد في حاجه كبيره قوي، البي اس اي ان احنا عندنا ستراكشرال دامج بدري قوي قوي، فالروماتويد مش يعني بيبقى فيه دامج بس اقل الانفلاميشن العيان هيتحسن. لا ده لو حصل ستراكشرال دامج العيان مش هيتحسن. لو في بون فورميشن ابتدى يحصل شانكي اوستيوفايتس في السباين، خلاص هيفضل يشتكي منها بقى اي دواء ادتهوله بعد كده، خلاص ده بقى كرونيك وحاجه يعني ساتلت في العيان. فاحنا نحاول نبتدي بدري عشان ما نوصلش للستركتشر دامج بعد اذنكم. شكرا جدا. طيب بشكركم جميعا. متشكرين جدا دكتورة أمال على المحاضرة وعلى المؤتمر وعلى أسلوب السهل الممتنع الكونسايزد البسيط. شكرا جدا.